واحده واحده، لان ده مشوار بطل. وانت النهارده مش بس يعني بطل، انت قدوه للصغيرين اللي شايفينك النهارده وبيشوفوك عبر شاشه قناه النادي الاهلي. اكيد دي حاجه لازم نقف عند كل محطه. انت انتقلت رحت نادي المنصوره، او رحت المنصوره الرياضي صح؟ مظبوط كده، الشل والمنشيه في المنصوره. في المنصوره انتقلت في العيشه هناك، ولا كنت بتنتقل كل يوم من الديكرنس للمنصوره؟ انا الاقامه بتاعتي مدينه ديكرنس، تمام. بنتقل في اي مكان، الاقامه بتاعتي لما زال انا مع والدي حتى لما تزوجت في بيت العيله مع والدي في الكرنس. في الكرنس تمام. كل لما بقيت تتمرن وانت عندك 12 سنه او 13 سنه لما رحت نادي المنصوره، كنت مقيم برضه في الكرنس وبتنتقل؟ وبنتقل بالمواصلات لما زال في منتخب مصر في المركز الاولمبي في المعادي. انا جاي لك من المنتخب، اجازاتي بتبقى في الكرنس الحمد لله. يعني لسه حتى الان يعني. طيب المنصوره خلصنا المنصوره، بعد كده انتقلنا لاتحاد الشرطه. الاتحاد الشرطه الرياضي. اتحاد الشرطه الرياضي، انت هنا رحت لعبت بطوله افريقيا شباب بقى ولا شباب؟ كبار؟ شباب. جبت اول افريقيا وخامس عالم. وخامس عالم شباب. فاكر ده سنه كام؟ 2014. الله اكبر ما شاء الله. دي كانت بدايتك بقى للعالميه. دي كانت البدايه بتاعتي. طبعا حصلت على تكريم من وزير الدفاع، فانتقلت لنادي طلائع الجيش. ممتاز. وارتحت في المؤسسه العسكريه. المؤسسه العسكريه بتتميز، انت اي مكان فيه رياضه في المؤسسه العسكريه بتخشه، بيتك، اقامه، تدريب، حتى لو المدرب مش المدرب بتاع نادي طالع الجيش، الجهاز الرياضي العسكري، اي مدرب في المؤسسه، اذا كانت الهيك ستيب، اسكندريه، القاهره، السويس، اسماعيليه، كل دي اي مكان، كل ده مسخر لك. مسخر لك طب اي مكان هو بيتك بتتمرن فيه، فانت بتلاقي الامكانيات اكبر، بتلاقي الدعم ليها اكبر. فطبعا كل ده بمساعده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان هو قال لك ان الرياضه امن قومي. صحيح. فطبعا احنا بدانا ان الالعاب الفرديه الحمد لله نتقدم كتير بسبب دعم الرئيس لينا. طيب انت انتقلت بعد كده من نادي اتحاد الشرطه الرياضي، خدت افريقيا، لعبت امتى بقى على المستوى الكبير عبد اللطيف؟ يعني بدات تلعب على مستوى منتخب مصر الكبير المصارعه امتى؟ 2015 حصلت تجارب للفريق الكبير الحمد لله، كان اول سنه ليا ان انا امسك. مين المدرب؟ فاكر المدرب كان ساعتها؟ كان الكابتن محمود فتح الله. تمام. وكان مين رئيس الاتحاد؟ كان الكابتن حسن حداد الله يرحمه، رحمه الله عليه. الله يرحمه. هو سبب من الاسباب اللي انا اكون متواجد، لان هو اللي اكتشفني في بطوله الجمهوريه 2013. طب مين اللي كنت نازل قصاده التجارب؟ مين؟ كان الكابتن صبري اللي ماسك الميزان 130 2015 في التجارب دي. كنت انا بلعب شباب وهو اللي ماسك الميزان كبار، والحمد لله ربنا كرم. حلم كبير يعني انت تلعب كمان قصاده، وكمان هو كان نجم كبير كمان. ايوه. طيب دخلت منتخب مصر، رحت اول بطوله شاركت فيها منتخب مصر الكبير ايه؟ 2015 افريقيا. عملت ايه فاكر؟ جبت اول الحمد لله. الله اكبر. يعني دوره ورا بعض على طول. خدت اول. ودوره الالعاب الافريقيه 2015 بعدها بثلاث اسابيع جبت اول برضو، ولعبت جبت تاني في نيكولا بتروف جراندي بريك في بلغاريا، واتاهلت للاولمبيات عن طريق البطوله المؤهله القاريه. ما بين ساعتها اولمبيات ايه؟ ريو 2016. ريو دي جانيرو بعد كده طوكيو. انت لعبت ريو دي جانيرو؟ لعبت ريو دي جانيرو. كنت بلعب شباب لسه، جبت اول. كان القاره بتاعتنا ما بيننا وما بين استراليا وبيتاهل منها اتنين. ممتاز. فالحمد لله اتاهلت بذهب اول. حلو جدا. ورحت لعبت ريو، فاكر ريو. عملت ايه في ريو؟ خسرت من الاوكراني في البدايه. طبعا كانت تفترق ان انا اول مره العب اولمبياد. صحيح. لسه سنك صغير. طبعا كنت بلعب شباب، فكانت بالنسبه لي شرف ليا ان انا اشارك في اولمبياد. صحيح. بس الوضع الحالي خلاص دي ثالث اولمبياد ليا. ناس كتيره كانت بالنسبه لي قدوه او صورها على الايميل بتاعي لعبتها وكسبتها، فده بالنسبه لي دفعه كبيره. طيب. خلينا نتكلم عن الافريقيا. انت كان عندك تونس، بطل تونس كان صحيح اللي انا بقوله ده، كان راكب الميزان تقريبا في القاره. لا. لفتره طويله جدا. 10 سنين. انت طول عمرك بتلعب في نفس الميزان يا عبد اللطيف؟ لا، لعبت 97 في بدايتي في 2013 و 2014. 2015 لعبت 130 كيلو. يعني انت ما كنتش بتلعب الميزان ده اصلا. طب كل ما بتعلى في الوزن تبقى الدنيا اصعب، ولا انت شايفها ايه؟ بيبقى يحتاج الباور وبتحتاج الخامات اللي انت بتتمرن بيها. يعني انا بلعب 130 كيلو، لازم اتمرن مع حد في نفس الميزان بتاعي. صح. طبعا لما اتمرن مع حد اقل مني زي محمد علي جبر اللي هو الميزان اللي تحت اللي ماسك 97 كيلو، هو انا اكتر منه بحوالي 40 كيلو. فرق باور، فرق كتله مختلفه. محمد مصطفى 87 كيلو، فانت بتتكلم في موازين كبيره. فانت كل ما بتعلى في الميزان الموضوع بيحتاج ماديات اكتر، ان انت تطلع معسكرات خارجيه. الصوره أكتر. دي فين الاول يا الصوره دي في تتبانيا في المجر، صوره معالي الوزير. طب ارجعوا لنا بالصور كده يا جماعه نشوفها يعني من الاول كده، ناخد واحده واحده كده. دي طبعا
طيب ده طبعا الاسطوره بتاعتك الاسطوره كابتن كرم. كرم كابتن كرم يعني، بس كابتن كرم كان ميزان اقل منك صحيح مش كده؟ كابتن كرم ميزانه اقل مني. طيب و يعني مثل اعلى كبير كابتن كرم، قدوه قدوه، حد جميل قوي. ده رجع يلعب تاني؟ موجود معانا في المعسكر صحيح. رجع يلعب تاني رواد. دي في التمرين ان كابتن ياسر كان مكدرنا، منزلنا الساعه 6 الصبح. ده 6 الصبح التمرين. عايزين نشتكيه كابتن ياسر ده. كابتن ياسر ماله؟ صحينا بدري قوي والله، كان مكدركم. دي بعد البطوله بيومين، بعد البرونز بيومين نزلك تمرين على طول. 48 ساعه راحه في البيت ونزلت المعسكر على طول، عشان عندنا بطوله السعوديه هلعب يوم الاثنين الجاي. مسافر ان شاء الله دوره الالعاب القتاليه ان شاء الله. ده في السعوديه، فين في انهي حته في السعوديه؟ في جده. جده. الدول المشاركه ايه؟ معايا انا في لحد الان معايا الكويتي، معايا المغربي، معايا الجزائري، معايا المغربي، معايا 4 سعوديين في الميزان. بس كلها عربيه. دوره الالعاب القتاليه العربيه. 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 فدي تعتبر هي يعني بطوله مهمه برضه. طب مين ابرز المنافسين ليك؟ موجود معايا التونسي اللي هو موجود. ما زال معايا. بس هو اكبر منك كتير. لا هو كحلة اعتزل، اللي هو كان البطل الكبير اللي هو ماسك الميزان دلوقتي. بقى اللي بعده في شباب. شباب. في حد قد في السن. امين. طب عبد اللطيف، خلينا نروح لبطوله العالم اللي في صربيا اللي كانت في سبتمبر، وانت حققت ميداليه الحقيقه تالت عالم، وده احسن تقريبا مركز حققته في بطوله عالميه صحيح؟ جبت قبل كده برونز في 23 سنه، وجبت برونز في الاولمبياد العسكري، ودي اول ميداليه تيجي لمصر من 17 سنه في بطوله عالم كبار. ما شاء الله. يعني بطوله العالم الكبار بتحتاج ان حضرتك انت دلوقتي العالم كله في تطور جامد. صحيح. بالنسبه للالعاب الفرديه. صحيح. بل بره الدعم للالعاب الفرديه قريب جدا للالعاب الجماعيه زي الكوره والكلام ده. فطبعا انت بتيجي تبص بتلاقي دي ثقافه شعوب، فانت محتاج ان انت تقول مصر موجوده. مصر دوله كبيره جدا وبتتعامل ان هي دوله كبيره. فلازم تكون انت قد المسؤوليه دي، وبتمثل وطن كبير بيمثله 120 مليون بطل وبطل، او يعني عايز تشرف الناس دي، شايل اسم بلد كبيره زي دي، فلازم تكون قد المسؤوليه. فالموضوع بيحتاج ماديات اكبر، بيحتاج دعم اكبر، وطبعا توفيق ربنا قبل كل شيء. طيب مشوارك في بطوله العالم كان ازاي يا عبد اللطيف؟ يعني انت يعني فاكر لعبت مين في الدرو، لعبت مين لغايه ما وصلت لقبل النهائي وتالت ورابع؟ يعني كلمنا عن مشوارك في بطوله العالم عشان الساده المشاهدين يبقوا معانا، حتى يبقوا يعرفوا حجم الجهد والانتصار الكبير انت حققته. طبعا لعبت مع المكسيكي اول ماتش في الدور التمهيدي، كسبت 10-0. بعد كده التركي 7-2. بعد كده لعبت الاسطوني تاني يوم اللي هو هيكي نابي 2-0. بعد كده في نفس اليوم ده كان الصيني خلاص وصل للمربع الذهبي، فهو مستنيني بقى اوصل له على البرونز. فانا لعبت ماتشين لحد ما وصلت له. طب ولعبت الصيني في الثالث والرابع؟ في الثالث. في الثالث لا كسبت. لا في قبل النهائي. قبل النهائي كان مع التركي. مع التركي. خسرت منه 7-2. 7-2. بس انت اتوقع انت لو قابلته تاني ممكن تكسبه يعني. هو حصلت ظروف في الماتش ان هو انا خدت السلبيه الاولى. طبعا اعترضنا وكده، بس طبعا لا اعتراض على خلاص ما كان قرار طلع. فطبعا ما كانش في توفيق في الماتش، لان انا خسرت اول 7 بونت في اول دقيقه، فطبعا هو خلاص ركب الماتش. فطبعا كان املنا في ربنا كبير. فطبعا العلم التركي 6 مرات اول عالم، ميداليتين اولمبيتين، واحده فضه واحده برونز. ما شاء الله يعني هو بطل. بطل كبير. اكبر مني ب 10 سنين. 37 سنه هو. طبعا تفترق بقى المعسكرات الخارجيه، لان هم عندهم يعني الدول كلها جنب بعضها، فبالاحتكاك اوروبي اكتر منك. فطبعا هم قاعدين مع بعض. لا انا اتعمل لي المعسكر الخارجي بتاعي شهر و20 يوم. قليل جدا. ما بين المجر وما بين رومانيا وما بين المجر وما بين صربيا. فطبعا الناس دي معسكره مع بعض، قاعده مع بعض طول السنه، لان عندهم الكلفه بتاعتهم قليله جدا. صحيح.